اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره تانية. دلوقتي بقى جه وقت ان احنا نتكلم على موضوع اسعار الذهب. اسعار الذهب اللي غلي طبيعي، سعر الدولار بدل بيعلى يبقى سعر الذهب بشكل مباشر وسريع جدا هيبقى متاثر. لكن في الحقيقه وزاره التموين دشنت خط انتاج الذهب عيار 14، وكمان مصلحه الدمغه قالت طرحنا عيار ذهب 14 في الاسواق من 3 اسابيع وشهد رواجا كبيرا. تفاصيل اكتر بقى عن عيار 14 وسر اقبال الناس عليه، هل بس لان هو سعره منخفض برضو عن العيار بقى 18 و21 و24، ولا كمان حتى الاشكال اللي بتتعمل بعيار 14 لطيفه ويعني مقبوله كده بالنسبه للناس. معانا الدكتور وصفي امين وصفي، رئيس شعبه الذهب باتحاد الغرف التجاريه. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. عيار 14 ده كنا بنسمع عنه ان ده عند الاجانب في اغلب الوقت، لكن ما كانش بيبقى موجود في مصر او الوطن العربي بشكل كبير، مش كده ولا المعلومه خاطئه؟ لا مظبوط كده، هو في الخارج عيارة تختلف عن العيارة اللي احنا بنتعامل فيها. في عيار 9، عيار 10، عيار 12، عيار 14. طيب حلما حضرتك تلاقي في الخارج عيار 18 او 21، اللي احنا هنا دول اغلب المنتجات بتاعتنا بتكون من العيار دي. هي الاغلبيه تحديدا 18، يعني ده العيار المعتاد الدارج جدا. المعتاد، احنا حاليا ابتدينا بقى يعني هننتج مشغولات عيار 14 عشان حضرتك عارفه الفتره الاخيره شهدت ارتفاعات مستمره في الذهب، فبنحاول نقلل الفجوه بين مقدره الزبون وبين سعر الذهب. طيب عيار 18 بكام و14 المفروض ان هو بقى بكام؟ العيار 21 النهارده ب 457 جنيه. العيار 18 يعمل 391 جنيه و70 قرش. ايوه. العيار 14 يعمل 304.65 قرش. 304.65 قرش. ايوه. فارق طبعا كبير، يعني في فرق كبير بين عيار 18 و14. بالظبط، هو بما يعادل في القيمه 66% من ذهب، من سعر الذهب عيار 11. طيب لونه بيبقى عامل ازاي برضه؟ يعني مش من الطبيعي ان احنا حافظينه يعني. يعني هو بيكون نسبه الذهب فيه 585 من 1000 او 58. لا كده مش هنفهم يا دكتور وصفي، يعني كده احنا مش هنبقى واضحين. وحضرتك بتقول لها نسبة كذا وكذا وكذا، اللون بيبقى شبه ايه؟ شبه ال 18؟ اللون بنقدر نتحكم فيه زي ما احنا عايزين. ما تفرقش. بالاضافات اللي بتضاف على الذهب عيار 24 بنقدر نتحكم في اللون. طيب يعني اي حد هيشتري عيار 14 مش هيحس باي فرق بالنسبه للشكل او لا بالنسبه، لا مش هيحس باي فرق لا في الموديلات ولا في الالوان، وهيتاكد من الاعيره من خلال الاختام بتاع مصلحه الدمغ والموازي. طيب جميل. طيب حضرتك اشرت لنا كمان او لفت انتباهنا لان موجود بره 14 وعيار 9 واعيره كتير اقل من 18. احنا امر وارد ان احنا ندخل بقى برضو في الاطار ده؟ يعني ما اعتقدش ان حد هيبقى عنده مانع ان يلاقي حاجه شكلها حلو ولونها كويس وسعرها ارخص. المشكله احنا هنا ثقافه الشرقيين وثقافة المصريين ان لازم الاقتناء للذهب يكون من الاعيرة المرتفعة بالذهب. انما يعني نبتدي بعد، طيب نعودهم على عيار 14 الاول وبعد كده نقول عيار 12. انما قيمة الذهب المدفوعة هيقدر يحصل عليها المشتري وقت ما يجي يستغنى عن الذهب، بل يمكن تزيد مع زيادة اسعار الذهب عالميا. قيمة الذهب اللي هيدفعه في 14 هي نفس نسبة قيمة الذهب اللي هيدفعها في 18 أو 21، الموضوع مش هيفرق. مش هتفرق معاه خالص. بالظبط. طيب يبقى برضو إن إحنا لو بدأنا نعرض فرق السعر وقلنا مثلا، يعني أنا عارفة إن يمكن يكون مش محدد بقى بالجنيه المصري، لو عيار 9 موجود دلوقتي تقريبا هيبقى بكام؟ لو عيار 9 دلوقتي، حضرتك بتقول لو عيار 9 هيبقى بكام؟ 9 يعمل 195 جنيه 85 قرش. 195 جنيه. دكتور وصفي. ايوه. هيبقى تقريبا ب 195. 195 جنيه 85 قرش.
طيب يعني فرق كبير جدا. احنا وبرضه هيبقى نفس اللون يا فندم؟ نقدر نتحكم في اللون اللي احنا عايزينه. ومش هنقول ان ده كده ما بقاش دهب، ده بقى كده هيصدي والكلام ده. التشكيل واللون ده شيء في ايد اللي بيصنع، يقدر يتحكم فيه بالطرق الفنيه اللي احنا اعتدنا عليها زي ما احنا عايزين. طيب هقول لحضرتك رأي تاني بمجرد ما يعني سمعنا موضوع 9، ان البعض بيقول ايه ده كده هيبقى تقريبا ذهب قشرة لو دخلنا في عيار 9. لا، القشرة شيء تاني، القشرة عبارة عن يعني نحاس ومطلي من الخارج، انما الذهب العيار 9 ده ذهب الخلطة بتاعته عبارة عن ذهب وعليه الاضافات. نعم. عموما يعني فرق الاسعار فرق كبير جدا. اعتقد ان لو حاولتوا كمان في الاعيرة المختلفة عيار مختلف، ان عيار 9 ان هو يبقى مطروح للاسواق، بعيدا عن ان ثقافتنا المعتادة عيار 18 وفي عيار 21 للي بيحبه بقى واللي معاه فلوس، يعني هو حر كده مع نفسه. لكن فرق السعر بين عيار 18 و 14 دلوقتي دكتور وصفي بيقول لنا 18 ب 391 و 70 قرش و 14 ب 304 65 قرش، ولو بقى عندنا عيار 9 هيبقى ب 195 جنيه، يعني حاجه احنا بنتكلم تقريبا ان احنا قربنا من النص عن عيار 18، وان سواء بقى الاشكال يعني اللي هي ديزاينز او اللون هيبقى كما هو، يعني مش هتفرق خالص مع اللي بيتعامل مع ده. نحلها كده مع نفسنا اللي نفسه في حاجه، يبقى لو في الاعيره المختلفه دي او عيار منخفض شويه برضه هتحلها له، اللي عايز يجيب شبكه والدنيا ضيقه معاه، بس مع شرط ان هو يبقى امين جدا وهو بيقول للعروسه ده على فكره ده عيار كذا، يعني ما يبقاش بقى هنضحك على بعض، يعني كده هندخل في مشكله ثانيه، مشكله ماديه مشكله اخلاقيه. برضه الموضوع هيفرق بشكل كبير باذن الله وهتسهل على الناس كتير.